يسعدكم يا اهل جامعه عين شمس. على فكره من جامعه عين شمس في سنه كام؟ 50 51. كان اسمها جامعه ابراهيم زمان. ابراهيم كانت جامعه القاهره اسمها جامعه فؤاد، وجامعه عين شمس كانت اسمها جامعه ابراهيم، وجامعه اسكندريه كانت اسمها جامعه فاروق. خدوي ابراهيم في 9 شهور. وفي حاجه اسمها خدوي ابراهيم. خدوي فاروق. في حد اسمه خدوي ابراهيم يا بنتي. كانت ايام الملك فاروق. عين شمس اتفرجت على زمان. بسم الله. احنا بنتكلم حضرتك بس عايزين نعرف تقييم حضرتك للاوضاع الاجتماعيه اللي بتمر بيها الاجتماعيه والامنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يجب ان نعترف جميعا بتاريخ رجالي ونسائي وشبابي. مصر 90 مليون يا بنتي، وكل الاحداث تقول ان مصر عظيمه. اما ما يحدث في مصر اليوم فهو شيء لم يعتدوا البشر 60 سنة ظلم وقهر، وبعدين راحت الدنيا مفتوحة لهم حرية بلا سقف. في ناس احترموا هذه الحرية واستخدموها استخدام طيب، وفي ناس هم قلة اللي يعني استغلوا الحرية استغلالات سيئة، وهؤلاء قلة سينتهوا. مصر عظيمة وستظل عظيمة. تقييم هذا الأوضاع ولا أنا مطمئن جدا لأن مستقبل مصر عظيم مع كل هذه الأوضاع، لأن مصر فيها إمكانيات ضخمة تجعلها بلد عظيم. بدل تمنع السرقة تبقى مصر عظيمة. أما ما يحدث الآن فهي مخاض ثورة لها أعداء كثر عمالين ينفقوا بالمليارات، ولذلك بتجيهم ينفقوا على مين؟ على عيال الشوارع، على البلطجية، على كذا، كل ده سينتهي. وأن عظمة ثورة مصر إنها لم تتخذ أي إجراء استثنائي، كله حسب القانون، ونصبر، والقانون طبعاً الذين يطبقونه يعني ليس على المستوى. احنا بنصبر عليهم لغايه ما كل الناس اللي هم بياخدوا فلوس دول هيتعبوا من الارض، وتظل مصر بعظمتها وحضارتها واصالتها ان شاء الله. ان شاء الله. انا كنا بنتكلم عن الاوضاع الاجتماعيه، حضرتك شايف الاوضاع الاجتماعيه. الاوضاع الاجتماعيه رفع اسعار الكرسي. مش هقول لك بس كل ده لا قيمه له، مش اوضاع اجتماعيه. دي اوضاع استثنائيه للظروف اللي احنا عايشينها فيها. وشوفوا لك حكايه مصر، سرقت اموالها ونهبت اموالها. لا جت الحكومه الحاليه لقت الناس صفر، لقت الميزانيه صفر، ولقت البلد خراب، ولقت المفسدين ما زالوا مسؤولين فاصل الدوله. فهي بتجتهد انها توفر كل احتياجات الشعب، ولكن بتجد صعوبة ان ما عندهاش الاموال سرقوها الناس. ولكن الان بدأت البلد تستقر، وبدأت تسترد عافيتها، وبدأ النقد بدل ما عمال يصرف بيزيد الان. كل هذه الاوقات أو الظروف الاستثنائية تنتهي. وبعدين إحنا شعب عظيم، شعب لازم يصبر على الجوع. إذا كان صبر على الدكتاتورية مش هيصبر على الجوع؟ هو صبر على الدكتاتورية رغم أنفه. رغم أنفه. إنما دلوقتي بيتكلم وبيقول ما شاء الله، ده أنت عندكم وزير تمويل ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. عندكم وزير شباب ربنا يحميه. يعني هذا بقول البلد
بتنهض وتسير في طريق العافية إن شاء الله. يا خالد الشيء من ثورة الجياح لا 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 بلاي تجوع منه مثل الجوع وجيب سندوتش بشتاء الحمد لله على السلامة. بعد أنت حدث كل الأوضاع أقل. نعم. إيه المشاكل اللي تكون الأوضاع أقل؟ ما نحن فيه. نحن في استقرار. تفتكر مشاكل العيال يطلعين الحرق وهنا دي نتعب على الاستقرار؟ ترى؟ لا. 92 مليون يا بنت. لما يطلع منهم 1000 ولا 2000 حد بيكتروا أكثر من 1000 و2000 دول؟ بيكتروا أكثر من 2000 اللي بيحرقوا دول؟ مصر عظيمة. الفكرة ان الامن بيتعامل ازاي؟ الامن غلبان. الامن مظلوم. يعني الامن كان مكروه من الامن مكروه من الناس. ده مكروه. فهو دلوقتي بدأ يسترد عافيته. انا مع سجولة فندم هذا السيد كان من الدخلية كانت مطلوبة. نعم. لا يا اخوان لا تبني. بعد الثورة. بعد الثورة وبعد ما انسحبوا من الميدان والإخوان شكلت اللجان الشعبية لكن انسحب وفضل مكروه وفضل ضعيف وفضل يعني أقول لك بعدين هم نفسهم في داخل الخيمة فرق شتى في ناس في الأمن كانوا لصوص الثورة منعت السرقة فكل دول ضد الثورة ولن يستطيع حد. شوفي عندنا ثلاث مؤسسات. مؤسسة القضاء تظل شامخ مع ما فيها من فساد. لما لازم نقول مؤسسة القضاء الشام. مؤسسة الأمن لازم نخليها مؤسسة أمن وندي لها قدرها ومكانها مع ما فيها من فساد. مؤسسة الجيش لازم تظل محترمة وقوية لا حد يمسها أبدا. خدوا بالكم يا شباب ثلاث مؤسسات لابد أن يظلوا يعني أمام نقا لا نجرحهمش وإن كان فيهم من الناس من يستحقوا التجريح ما نجرحهم هم صلاح نفسهم كذلك الأمن كذلك الجيش كذلك الرئاسة. هذا الكلام ده بس على ثلاث مؤسسات. طيب احنا نمسك مؤسسة القضاء ايه حضرتك في أزمة النائب العام شوفي كما شوفوا لي حكاية الرئيس رئيس دولة مسؤول عن الدولة ما يقوله هو ابن رب العظيم سلام وغاية الآن الرئيس بيقول أنا بحترم القانون مش كده؟ عمل محكمة استثنائية هل خرج عن القانون؟ القضاء نفسهم مش مختلفين على بعض يقول ده صح وده غلط ولا ايه؟ مش في ناس بيقول ان المكان النائب العام صح والتاني يقول لا انا فاهم النائب العام غلط هو سيب الرئاسه هو اللي يحكم هو صاحب القرار لان هو المسؤول عن البلد. حضرتك شايف ان قرار محكمه الاستئناف شوف اقول لك حاجه محكمه الدستوريه المحليه بين الشعب ومحكمه ثانيه دله الاخوان ليس لهم وضع قانوني شو الهباله؟ جماعه بقى لها 85 سنه يقول لك ما لهاش قانون في عبث مظلوم تصميم ولا يا جماعه يعني بقناعه مقننه ما فيش في الدنيا مش بقول لك مش في مصر في الدنيا جماعه مقننه زي الاخوان بقوانينها ولوائحها وتاريخها وعظمتها وتجذرها في الشارع المصري والعرب والانسان بل العالمي يعني ايه شوف التنظيم الداخلي لازم التنظيم الخارجي يحترم ولما يجوا يعملوا يقولوا لي يعني يحطوها في مكانها لما جم يعملوا احزاب عملنا حزب الحريه والعداله ها اظن هو كان اول حزب اعظم حزب وما زال حتى اليوم واحد ولا عنده غيره. هل شايف ان المتحدث عن تقنين الجماعه ملوش حق انه يتكلم معاه؟ شوف يعني حسني مبارك ما قدرش يقول القناعه ما لهاش قانون. القناعه موجوده وواحد من 23 لما قال لك محظورة هو اللي حظورة يعمل ايه؟ وين؟ وياه؟ طيب وبعدين؟ هل عمل فينا حاجة؟ هل في عمل فينا حاجة ولا ازددنا قوة ومكانة وتنظيما؟ أنا يا بنتي وأنا مشي العام دخل السجن 6000 أخ وكان يدخل السجن ويطلعوا يجوا لي على المكتب. أعمار بقى يعني شوف سهل بس شوف
والمزايد الإخوان مزيد كما هي قوية بمبادئها وبمشروعها وبأخلاقها وبرجالها وبنسائها وبفتياتها. إخوان مسلمين يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. خلاص يا ولدي روح حب كفاية لا 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 شوف شو الناس على الوقت طب بس كنا عايزين نعرف عندهم حضرتك صفتك مرشد السابق في الجماعة. حضرتك شايف ان يعني الجماعة بتؤيد قرار الرئيس سيبك مش يعني الرئيس رئيس المرشد العام مرشد يعني الرئيس مسؤول عن الدولة المرشد العام مسؤول عن الإخوان. يعني احنا كذا مرة بنشوف حد من أعضاء مكتب الإرشاد بيتكلم باسم الرئاسة. مش ممكن أتحداك أتحداك الرئاسة لها مسؤول بيتكلم باسمها إنما الإخوان لها مسؤول بيتكلم باسم الرئاسة. هذا الخلط لا يجوز لكم ولا يجب ان انتم يعني ترددوا الاخوان الاخوان والرئاسه الرئاسه. حضرتك قول دلوقتي مصر العظيمه ليه التمسك بمشروع الحقوق الاسلاميه رغم رد الازهر لا؟ طب انا مالي؟ لا انا لا ولا لست محللا سياسيا. حضرتك شايف ان الاسلام السقوط عملها اقرها مجلس الشورى؟ اقرها مجلس الشورى ما اقرهاش؟ أقرها نظام لا تعليم سلام لا شأن لنا. ما حدش ماليش رأي تاني. لا أنا بقول بقى تصريحات إن الإخوان عايزة تكيش بالأرض ماليش بشوف الكلام في كذب هذا كله كذب. شوف الأزهر حبيبي وحبيبي الإخوان كل هذا شوف. ولذلك بقول لكم إياكم والإعلام إياكم أن تأخذوا يعني أفكاركم شوف أنا بقول لك إياكم أن تأخذوا بقول لك إعلام فاشل وإعلام فاسد. الإعلام الذي يحب مصر خذوا منه. الإعلام الذي يعمل ضد مصر حطوه تحت جزمه. هو السؤال كنت أسأله شو الإعلام الذي يحب مصر كونوا معه. والإعلام الذي يعمل على الفتنة في مصر أو إهدار كرامة مصر أو البعثرة الأرض يبعدوا عنه. إعلام فاسد وفاشل. من هذا البلد مجلسين ثلاث قوي مشروع الحقوق الإسلامية أنا أصدقائي مالكيش دعوة لمالي وين الشعور الإسلامي أنا مالي أنا واحد افرض أنا موافق عليه أو مرفضه إيه قيمتي أنا هو إحنا لجأنا إيه قيمتك أنت إيه قيمتك أنت مالك أنت ومال الحقوق الإسلامية بقى مش مواطنة لا ولا 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 أنت فقيها ولا تفهمي حاجة في الحقوق الإسلامية طبيعي ولا تفهمي حاجة ولا أنت ولا أستاذك ولا كل الناس يفهم في مجلس الشورى في اساتذه وفي فقهاء وفي علماء ده في بس ده في رايه الاسلام استني بقى ما يرفضوا انت اللي انت اللي انت مع الازهر ولا مع مجلس الشورى؟ مع الازهر طبعا خلاص خليكي مع الازهر لا روحي بس لا ماليش دعوه انا لا انا راجل احترم مؤسسات الدوله احترم الازهر كمؤسسه واحترم مجلس الشورى كمؤسسه لا 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 مش لا افضل لا احترم هذا الاثنين مع عندي لا شوف ولا عندي انا لست حكما انا مواطنا احب بلدي فهمي بس لا ما تديش لنفسك ما يوديك الجهنم انا عايزه افهم اهو احنا ناس مواطنين في مؤسسات في الدوله علينا ان نحترم مؤسسات الدوله هذه مؤسسه نظم الشورى على عيني وراسي اللي تقوله على عيني وراسي هذه مؤسسه الازهر احترمها ولازم تخاف خلاها مكان في قدسيتها خدت بقى حاجة طول ما تشاء أنا بقى كمواطن أسمع الكلام ده وأسمع هنا حر حر أسمع هنا أسمع من هنا إنما لازم المؤسسة دي بقى محترمة عندي المؤسسة دي محترمة عندي وما تديش لنفسي فأمني بس ما تديش في نفسي ما ليس لي ما أنت بنت قد كده أهو في الإعلام عاوزة تحط راسك براس رئيس مجلس الشورى او الشيخ الازهر انا كمان نهايه السلعه شوف لا بالك حكايه لا كل واحد حط نفسه في قدر مكانته حتى يظهر محترما ما تتدخليش فيما لا يعنيك قلت اهو الاعلام الاعلام مهمته ان هو ياخذ بيد الناس ويوضح مين روحي روحي امسكي ورقه وقلم وروحي فقهاء الاقتصاد واساليهم حضرتك كويس الاول ولا كويس؟ استنى استنى
لأي واحد أي واحد روح هنا روح هنا. ولو الأزهر رفض القول أنت حر اختاري ما تشائي ما تستحب يعني مصيبتكم فاكرين ان انت اصحاب قرار انتوا مش اصحاب قرار يا بنتي لا انا ليس اصحاب قرار احنا بنحاول ندي راي لا ما تحب تفهموا انت الاول افهموا انت الاول وبعدين بقول للناس انتوا مش فاهمين مالك انت مالك انت عايز تفهم شغل الاسنان ايه انت فاهم الاسنان عشان تتكلم عني انا بتكلم فاهمها هي ايه انا فاهمها من وجهه نظر الاسنان فاهمها كده كل هالناس ما فهمت فاهمها ما انا قايله الناس دي خلاص عاوز ايه بقى تاني بتقول ان الاعلام فعلا بيضلل الاعلام بيضلل ده بيدي صوره للناس ان الكتب الاسلاميه مشروع انت قولي انت بقى خليك انت اعلام مش مضلل خليك افهمي يا بنتي افهمي بلاش رد اللي عاوز يتكلم صح يقول شغل عنوان الصفوف الاسلاميه عشان افهم هو ما اروح لخبراء الاقتصاد في الشؤون الاسلاميه واسالهم واحد اثنين ثلاثة أربعة واروح للفقهاء العلم الشرعي ويقول كذا 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 خدت بالي؟ وبعدين في النهاية اشرح للناس ولما سألت فلان وفلان 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 قالوا لي كذا وكذا وقالت فلان وفلان وفلان قالوا لي كذا كذا لما انت مالكيش رأي انا جنب انت مالي من اللي اعتر وانا مهمتي ان انا اخلي مهمتي ان انا اخلي الناس كلها توافق لا لو الناس ليه معترضة عايزين يعترضوا على قرار على قرار ايه؟ على قرار مثلا سكوكيتك لا اسلوب الاعتراض في اسلوب على العدس كل الناس في اسلوب في مؤسسة الاعتراض مجلس الشورى الاعتراض يكون رئيس الجمهورية او لما يجي مجلس النواب الازهر الاعتراض عليه من مؤسسة الازهر حاجة تعتبر عليها حاول يسمون مجلس أعلى في الشؤون الإسلامية أسأل سؤالي اللي بيقول لك جيش كشي جيش بعيد كل البعد عن هذه المهاترات بقول لكم عيبكم ان تسمعوا من الاعلام الفاشل السؤال الثاني 250 الف توكيل من 90 مليون استني بس 250 الف مليون ده انا جبت مليون توقيع على المبادئ بتاعه الاخوان المسلمين في 5 ايام مليون مش بيتم كان فارس شغل صغار شغل بقول شغل تكبر ولما تكبر في نفسي يجيب نص مليون لكن تجيب نص مليون ناس واخدين نص مليون الكلام ده نصاب قلت انا بلد علم ما قلت له يا ابن الاستاذ كان هل الاليه الديمقراطيه او بلد انتهى وخلاص يدور له على شغل السؤال بقى فندم حضرتك يا فندم من تدخل الاخوان في الساحه السياسيه ده انحراف عن مشروع حسن البنا لا مش في عين مشروع حسن البنا كان دعوه انا حسن البنا من الاربعينات هو اما ليه في تناقض عن ضد الدولار من اهلك من الشعب الاعلام قال الاعلام قال وين 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 مين هو كمان الباب مين لا من زمان يعني سايب الجماعه من زمان او وما شو بقول لك بس حكايه ايه كمان الباب ايه 10 زي كمان يعني لا يا ما كانش متحدث ولا حد هو كان متحدث هناك في اوروبا وخلاص انتهى يعني كمنشق ما ليش راي طبعا اللي منشق هو وحبيبه وغيره وغيره وعبد المنعم فتح كل دول كل انشق عن الحراس اسمع يا بنت التوحيد انا راينا واضح الاخوان المسلمين هيئه اسلاميه جامعه فيها مرشد عام ومكتب ارشاد ومجال الشورى ومكاتب اداريه ومناطق وشعب من اراد ان يخدم هذا الدين تحت هذه المظله مرحبا ومن اراد ان يخدم الدين والوطن خارج هذه المظله مرحبا بي ليت لنا عندنا الدعوة. يلا بس نروح يلا. أنا عندي أستاذ يعني. أنا مش عاوزكم بس يلا. السؤال يلا. إعلاميين خلوا مبدأكم بمس حب كل شيء. يعني
يضيف الى مصر كل ما طب انا كل شيء ينقص من قدر مصر بينا. عايز اسال سؤال، انا مش فاهمه يعني، انا في اسلاميين بيقولوا ده ليه يا نصر؟ بيقولوا ان الخروج على حياه المسلم هو حرام. يبقى مالك حكايه؟ لا لا ما 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 تجاوبش كده. هات لي الناس هنا يا اخو، هات لي الناس. اتفضل مع السلامه. انت سلامك. روحي روحي تاني شغل. روحي يا بنت قومي. يلا هات لنا هات لنا الحبايب هنا. طب والله انا فاهم قصدك، يعني انا ما تشجعش ما تشتتيش ولا حاجه. يبقى روحي لشغل اكلمي. اقول له روحي كلمي. لا ما في دعم ما دعم. يلا بنت قومي. اهلا وسهلا اتفضل. مع السلامه. مع السلامه يا بنت. I'm telling you.